أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات كوكب السودان. ترقد سلسلة جبال مرة من الشمال إلى الجنوب على هيئة سد كبير يقسم إقليم دارفور إلى نصفين كبيرين شرق وغرب، وشكلت القمة وكثير من القمم العالية حولها هيكلا رئيسيا لتبوغرافية الهضبة مرة. وأشهر سلسلة المرتفعات هذه جبال الميدوب جنوب بحر الرمال الميت وقمة جيلي وكاغو وجو وجبال كاورا بالقرب من جبل سي. وتعتبر الهضبة واحدة من أكثر المرتفعات بأفريقيا من حيث عدد الأودية التي تنتشر بكل الاتجاهات، وأشهرها وادي باري ووادي طويلة ووادي الملم ووادي صالح. وقراءة الرسومات المنقوشة بدقة على جدران كهوف بلدة كورلامباي، وهي ثاني أكبر المدن بعد غولو بالوسط، تشير إلى أن قبل 15,000 سنة كانت الحياة مستقرة بجبل مرة، وذلك مقارنة برسوم شبيهة لها بكهوف مرتفعات الدرانكسبيك في جنوب أفريقيا والكليمنجارو في كينيا، ويعتبر في ذلك من أوليات الحياة على الكرة الأرضية. والرسوم تنتشر في أكثر من كهف من جاوة إلى غورلامباي لحيوان القول الأسطوري ذو السبع رؤوس. ويرجع تاريخ الهضبة قديما عزيزي المشاهد إلى إنسان أوستالوبيزكس أفريكانس، وهو نوع من أسلاف البشر يعود نسبة سكان جميع المجموعات الكبيرة في أفريقيا إليه، وأيضا الإكسوهازا في بوتسوانا والكاكيتو وكوش حول النيل والزولو في جنوب أفريقيا والملاقاش في مدغشقر والحبش في القرن الأفريقي. والفور هم الشعب الذي يعيش منتشرا بالهضبة، ويعد من أكبر المجموعات العرقية بأفريقيا، وهو شعب يشبه قبائل الزولو بجنوب أفريقيا، وأرضه بخصوبتها تشبه أرض الباغندا والتوتسي سكان حوض البحيرات. وظل هذا الشعب حاضرا عبر التاريخ كبقاء البنتو بأمر القارة السمراء. وعرف شعب الفور الأوائل عزيزي المشاهد بطول القامة وضقامة الأجساد، ولقبوا بالتوراة أي العمالقة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويبنون من الحجارة على شكل دائري يعرف بالقرقر، ولهم مدينة وسط الجبال ما زالت موجودة يسمونها تورتونغا أي مدينة العمالقة، وتترجم إلى بيت الذئب بالفراوية. وقامت عدة حضارات حول الهضبة ومالك، ويعد الملك سليمان سولونغ أول ملك للسودان الإسلامي، وحكم أكبر مملكة في السودان الأفريقي بين عامي 1041 إلى 1200 ميلادي.
وعن مجلة مجازين دوآخت أفريق فإن منحوتات صغرية بمغربا من قرية ريكورو وتعني البئر الأخضر تمثل طابور طويل للنسوة على رؤوسهن قلل ماء في فن إبداعي ولكهوفها الكثيرة ومغاراتها الواسعة فإن حضبة جبل مرة تعد ضمن أقدم الآثار المعروفة في الأرض للآدميين الأوائل لكنها ظلت بعيدة عن معرفة الإنسان لها وإن اكتشافها سيجعل من جبل مرة واحد من ضمن المناطق الأثرية التي تحوي جمال الفن الأفريقي النادر والتي ستؤرق لبقاء الإنسان بالحضبة إلى حدود العصر الحجري. وجبل مرة قبل تعريب اسمه كان اسمه فوجو مرة أي جبل الهمم البركانية وكان هذا البركان قد تسبب في طمر العديد من المدن كمثال مدينة بولجي وغيرها كما كان جبل مرة يسمى ريكورو أي الوادي المقدس. عن ارتباط المنطقة وشعب الفور بالتوراة واليهودية نطالع مقال في صحيفة لها وله في عددها 142 الصادر يوم 2 أكتوبر 2012 عنوانه جبل الطور هو جبل مرة وفيه مقام نبي الله موسى عليه السلام بقلم دكتور علم الدين عباس إبراهيم. إن الاسم تور وليس طور وهي كلمة تعني الرماد البركاني وعند الفور يسمى النبي موسى باسم موسى دري أي موسى النبي مثلما يسمى موسى بتتاي أي موسى العظيم. وجبل الطور الذي أشار إليه الكاتب هو يقع ضمن مرتفعات جبل مرة ويعرف عند الفور باسم أوفوغو أي بمعنى جبل الرب أي إن كلمة أو تعني الرب الآله وكذلك السيد الرائي لذا يسمى كبار السن عند الفور باسم أو ومصدر الكلمة اللغة السريانية القديمة وكذلك العبرية حسب الكاتب. وعرف بأن أوفوغو يقع في منتصف كتلة جبل مرة ويمثل موقعه كالصرة بالنسبة للإنسان بينما يمثل جبل مرة بامتداده الطولي شخص يستلقي على قفاه من الجنوب إلى الشمال ولعل دفن الموتى بهذا الشكل قد استقي منه. ومنطقة تورتونغا أي مساكن التوراتيين إلى جوار منها غورلامباي أي رصيف الحراز أو سهل الحراز يعتقد إنه المكان الذي كان فيه يلقى في الماء من جرف عالي قربانا آدميا وكان هذا زمن العمالقة جانغا ومدلوله الجان وهم أصل سكان دارفور. وطبعا عند البحث أعمق سنتعرف على ارتباط جبل مرة بكوش والحضارة الفرعونية وتوجس الرومان من منطقة بعينها تقع في إقليم دارفور كما ذكر التاريخ. طبعا لأهمية منطقة جبل مرة نطالع خبر أعلنت شركة AGF الألمانية اكتشاف كميات تجارية من البترول واليورانيوم ومعادن أخرى بجبل مرة
مع العلم ان شركه امريكيه تقدمت بطلب للحصول على امتياز استكشاف واستخراج معدن بعينه مقابل مبلغ يقارب 10 مليارات من الدولارات تحت رعايه دوله عربيه لها ارتباط بالاقليم. وختاما عزيزي المشاهد، هل سيبقى جبل مرة بكل إرثه التاريخي والثقافي والسياحي مجهولا ومهملا، وهو الذي يمثل ثروة السودان الحقيقية تاريخا وسياحة وثقافة ومعادن وبترول وغيرها؟ وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات كوكب السودان.